شباب الليله نتكلم عن المهرجانات وناخذ من اغانيها. مهرجان يعني احتفال، والاحتفالات كثيره جدا رسميه وشعبيه، واي احتفال لابد ان يكون فيه فن الغناء في اي زمان ومكان. فن الغناء جزء من الاحتفاليه في حياتنا كلها، في حياه الاخرين هكذا. المهرجانات دي بدأت رسميا أيام الرئيس عبود، والفضل فيها يرجع إلى أستاذنا الله يرحمه محمد عامر بشير فوراوي ودعم اللواء محمد طلعت فريد عليه رحمة الله، وقدمت العديد من النجوم في عالم الفن. كانت مهرجانات الأقاليم، يعني كل مديرية تجي تغني. المهرجان بتاع الشمالية قدم لنا الفنان الكبير الطيب عبد الله اللي بتتذكره، كيف هان عليك يا حبيب تسلاني وتنسى عطفي عليك وحناني، سيب الخصام وتعال سيمي يا حبيبي الدنيا اماني. ثم كانت مهرجانات اخرى في ايام الرئيس نميل الله يرحمه، وبرضه هنا نذكر الاستاذ الضليع والقانوني اسماعيل الحاج موسى، له فضل كبير في هذه المهرجانات الثقافية الفنية التي أقيمت أيام الرئيس نميري. هذه المهرجانات أيضا قدمت العديد من الفنانين، لعل أشهرهم على الإطلاق الفنان الكبير مصطفى السيد أحمد. نفتتح به هذه الجلسة بأغانيه، ونستمع من ولدنا منتصر الأمين الجاي من الهلالية أغنية المسافة من كلمات الصديق والشاعر المبدع صلاح حاج سعيد. قبل الزمن يا سلمى بالي
السكوت رنت الحزون المخافة رنت الحزون المخافة رنت الليلة يا منتصر متجلي متجلي يا منتصر منتصر الأمين. التحية لك يا إمي وللهلالية وهواد لعوض وحمودي كمان.